عندنا ولا ندخل في ايه بعيد بس جزئية ايه؟ تفضل. تطلبوها في الأسئلة. خوش سؤال أحمد روعي، حط تكفى سؤالك نبي بالصندوق، صندوق الأسئلة. أنا ما راح أسكر اللايف، ما راح أسكر الكومنتات، بخليها بس نبي الأسئلة يا أخوان. الأسئلة تكون في صندوق الأسئلة أفضل عشان نقراها ونعرضها على الجميع. في جزئية طلبوها أحمد بخصوص اللي تكلمنا فيه، الانتقال من جزء بالتمرين الانتقال بالحصة التدريبية، يا ريت تتكلم عنه أحمد. طبعا شوف، بالنسبة لتدريب الصغار، أنت لما تيجي تخطط للحصة التدريبية يكون في هدف للحصة. فمن أبجديات العمل لك كمدرب هو التدرج في العمل من البسيط إلى، وهذا الشيء أكيد في الدورات الآسيوية اللي ماخذ السي مثلا، أتوقع أكيد مر عليه، هو الانتقال من البسيط إلى المركب إلى التنافسي. فهذه الخطوات لازم تكون ملم فيها في عملية الانتقال من جزء إلى جزء في الحصة التدريبية. الانتقال من الصغير إلى الكبير، أو من التمارين المصغرة إلى حتى تصل إلى مثلا الجيم أو اللي هو نهاية الحصة. مهم جدا أنك طبعا تبدأ بالإحماء. الإحماء ممكن يكون فيه عام وإحماء خاص، خاص يهدف أو يخدم هدف الحصة. ففي شغلات كثيرة يعني ممكن نتكلم عنها في عملية الانتقال من جزء لجزء. في حاجة مهمة جدا أتمنى أن الجميع المدربين ينتبهوا لها، لعملية الإعداد المبكر للتمرين. يعني مثلا أنت متى ما كان عندك مساحة جيدة، وأنت من المهم جدا كمدرب مهتم وتسعى للنجاح، لازم تحضر لملعب التدريب بشكل مبكر، وتحاول انك قدر الامكان تجهز جميع اجزاء الحصه. ممكن ما يتاح لك انك تجهز جميع الاجزاء، ولكن اذا اتيح لك هذا الشيء ممتاز، بالمساعده مع بقيه يعني الاستاف اللي معاك كمساعد. جهز، لا تجي ينتهي التمرين واللاعبين بيروحون يشربون مويه وانت جالس بتحط علاماتك وتجهز الجزء اللي بعده وانت تبغى تجيب شلح التدريب. جهز كل شيء، ترى الاستعداد الجيد هو مفتاح النجاح. التخطيط الجيد وبعدين اتباع هذه الخطة. لا تقول انا عندي خطة تدريب واضحة موجودة، طيب الخطة هذه هل انت نقلتها الى واقع جيد، ولا الخطة جميلة على الورق لكنها قبيحة مع احترامي على الميدان؟ ففي يدك انت انك تنجح تمرينك وتنجح الانتقال من جزء لجزء في الحصة نفسها. واخلي المايك ممتاز كابتن كابتن محمد. احمد، كلام كافي ووافي ما شاء الله عليك. نشوف اذا في اسئله من الاخوان. كابتن احمد الرويعي ما شاء الله نشيط ويانا اليوم، يقول ما هي مواصفات الاداري في الفئات السنيه؟ سؤال يعني جوهري الصميم في الصميم. عنصر من عناصر النجاح هو الاداري. الإداري عنصر كبير من عناصر النجاح. إذا الإداري يعني ما يكون متعاون بشكل كبير مع المدرب، الإداري نقصد فيه مشرف الفريق، ها؟ الإداري اللي هو مشرف الفريق، المسمى الجديد إداري. الإداري اللي يكون دائما مع المدرب ودائما مع اللاعبين. إذا الإداري اللي في الوسط هذا يتعامل مع اللاعبين بشيء ومع المدرب في شيء، مشكلة. إذا الإداري يتعامل مع المدرب في أمر مع اللاعبين، مثلا ياخذ منهم أمور وكذي ويصير بينهم مثلا قرب كبير وكذا، ما بالعكس، إذا في خدمة الفريق احنا مو ضده، بس لا يصير يعني توصل للمرحلة أو العلاقة إن يعني يتعاون مع اللاعبين في أمور أكبر من عمرهم، ويصير إن الأمر ضد المدرب في بعض الجوانب، والحوادث والشواهد كثيرة في هذا الجانب بالذات. يعني الإداري لابد إنه يكون اختياره بعناية كبيرة وتربوي من الدرجة الأولى، لأن أنت تتعامل مع براعم صغار، أنت الهدف تربية وتعليم. فالإداري لازم ما يركز على النتيجة
ما يركز على مثلا لاعب ليش ما لعب. اي انا قلت حق المدرب، اي ظاهر المدرب يعني لا يصير في هذا الجانب، هذا السكه هذه لا يدخل فيها. فلا بد انه يكون ملم، لا بد انه يكون عارف شنو دوره، شنو دور المدرب، هذه مهمه. لا يصير دش في صدام مع المدرب في هذه الجوانب. فاذا مو عارف شنو دوره وشنو دور المدرب، هذه مصيبه، وراح يسوي عرقله في العمل وفي المنظومه. عبد، كلام جدا جميل، هو سؤال يعني بصراحة جدا رائع. أيضا احنا عشان ما نكون احنا جالسين نسولف وجالسين نتكلم على الإداريين، شوف أنت أيضا نرجع للأدوار والمسؤوليات، تأهيل الإداريين، احنا هل أهلنا أو هل ساهمنا في عملية تأهيل إداري فرق الفئات السنية؟ هل أخذوا دورات يعني كافية تستهدف تطوير عملهم، ولا جبنا واحد لاعب معتزل أو مشجع أو محب أو أي شخص وحطينا قلنا تعال إداري ووضعناه في وسط البحر وقلنا يلا اسبح وما يجيد السباحة؟ هو العملية مسألة تأهيل. دائما أنا أتكلم التسلح بالعلم والمعلومة. الإداري هو الشخص اللي يحاول تهيئة بيئة النجاح للاعب والمدرب. كيف ينجح اللاعب؟ كيف ينجح المدرب؟ هو اللي يحاول تهيئة بيئة النجاح في التمارين، في المباريات، في جميع في الربط ما بين مجلس إدارة النادي وما بين الجهاز الفني والطبي واللاعبين. فمنصب مهم جدا 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 يستحق انه يولى العنايه من قبل المسؤولين واللجان. احنا في عندنا في السعوديه الفتره الاخيره دخلنا في مجال تاهيل اداريين واعطاهم دورات تدريبيه في معهد اعداد القاده او تبع الاتحاد السعودي. فهذا شيء مهم جدا جدا، اختيار الاداري مهم، وانه يعرف دوره مثل ما قال الكابتن محمد مهم. يا هلا ابو غالي، حياك. هلا والله ابو غالي، عندنا سؤال من كابتن صبري صندل مسي عليه، يقول هل تنصح المدرب المستجد ان يتدرج كمساعد مع جميع الفئات براعم وناشئين وشباب قبل البدء كمدرب رئيسي، وهل لها فائدة اكبر من التركيز على فئة معينة فقط؟ ايش رايك سؤال كابتن؟ سؤال سؤال جميل. يعني شوف، انت عمليه العمل كمساعد في فئه واحده او في مجموعه فئات، شوف كل ما كثرت الفئات وكثر العمل زادت الخبره قبل الخوض تجربه العمل كمدرب، هذا شيء طبيعي. فانا لو جيت انت خيرتني قلت لي انا بشتغل مساعد فئه واحده لمده مثلا سنتين 3 سنوات، ولا بشتغل 8 سنوات مساعد في فئات متعدده مثلا، اكيد طبعا بقول لك لا، العمل كمساعد، خاصه اذا يعني عمرك الزمني واهدافك بعيده المدى تسمح لك بهذا الشيء. انا اقول لا، خذ وقتك في عمليه العمل كمساعد. عندنا مثلا الكابتن، خلينا ناخذ مثال يعني الكابتن احمد الرويعي. كابتن احمد الان مساعد مدرب منتخب الاولمبي. الكابتن احمد اكيد من خلال مشواره التدريبي عرض عليه انه يعمل كمدرب، لكن هو رفض، في اكيد انه رفض في مناسبات عديده. ليه؟ لانه يقول لك انا خليني اعمل كمساعد واتشبع من التجربه والخبره والمعلومه في العمل كمساعد، واذا حسيت اني جاهز للعمل كمدرب ببدا العمل كمدرب. فلما انا ابدا العمل كمدرب ببدا وانا قوي. فانا انصح في عمليه التدرج فئات، لان كل فئه ايضا لها مميزات مختلفه وطريقه تعامل مختلفه. السلام عليكم. عندنا سؤال، نقول حق سؤال بغال للكابتن أحمد، هل يعتبر الموسم الحالي هو النضج للكابتن أحمد الحنفوش؟ والله صعب اني انا اقيم هل موسم نضج ولا هو الموسم الحالي. بالنسبه لي هو موسم حصاد، يعني ممكن نقول كان، لان كان عمل 4 سنوات متتاليه مع نفس الفئه، وكان عمل تراكمي وعمل مدعوم، فبالتالي السنه هذه بانت نتائج هذا العمل من خلال عدد اللاعبين اللي تم استدعائهم من المنتخبات.
من خلال عدد اللاعبين اللي بدأوا يظهرون في الفريق الأول من الفئات السنية بالنادي، وأنا جزء من هذا العمل، جزء من المنظومة، مش أنا لحالي طبعا، أكيد معي مجموعة كبيرة من المدربين. فهو موسم حصاد والحمد لله، أيضا احنا متصدرين الدوري، وهذا الأمر هو يعني. أما مسألة النضج ما أقدر يعني أحكم فيها 100%. ما هي مواصفات؟ المواصفات من خلالها اختيار القائد في الفئات السنية. تفضل كابتن، أتوقع يقصد الكابتن يمكن. ايه كابتن أكيد الفريق إيه. لازم نثبت العملية. اوكي طبعا، طب انت لازم تشوف تكتشف اللاعب الذي يمتلك القيادة او عنده صفة القيادة. القيادة صفة، القيادة ممكن تنميها، وممكن يعني انك انت تخلقها في احد اللاعبين، ممكن ترى يعني، وهي حالات يعني نقول شاذة، بس لابد انه يكون في من ضمن المجموعة ومن ضمن اللاعبين تشوف في لاعب قائد، لا قائد في توجيهاته، قائد في تحركاته، قائد حتى في طريقته في تعامله مع اللاعبين. ممكن انت في البراعم او في الفئات السنية ممكن ترى تدور الكابتنة بين اللاعبين، تكتشف، هذا نوع من انواع الاكتشاف، انك انت في المباريات الودية عندي اليوم فلان، عندي اليوم فلان، انت هنا تكتشف فيه هل عنده صفة القيادة، هل ممكن انه يكون قد المسؤولية هذه. هي الكابتنة مش كشخة ولا هي بالأقدمية، انا محمد رأيي الشخصي انا ما اعطيها لاعب قديم، بالنسبة لي ما اعطي القديم، انا اعطي الكابتنة للقائد. اذا انا في فريق جديد علي اكتشف القائد، خاصة انا اتكلم الفئات السنية الصغار البراعم، اكتشف من خلال حتى في التقسيمه. ترى اليوم تقول له انت اليوم الكابتن، اذا فئه الصغار كلش البراعم الصغار ممكن تعطيه اليوم كابتن، يلا انت اليوم الكابتن، اختار اللاعبين عن طريق التقسيمه، تعالوا جمعهم، انت اختار وانت اختار. اذا شفته خجول، شفت هني يبين اللاعب ما يمتلك القياده. هذه طرق من الطرق اللي انت ممكن تكتشف فيها يعني القائد عندك سؤال انت. جميل من الكابتن طارق، ويعني انا اقول شوف، اختيار مواصفات القائد تتمحور كلها بين شيئين. الاول القدوه، القائد لازم يكون قدوه في جميع تصرفاته في جميع الجوانب، سلوكيا كانضباط كفنيا، ايضا لازم يكون لاعب قوي فنيا، مش لاعب احتياط مثلا يكون قائد، فلازم يكون هذا الصفه الاولى القدوه. ثاني شيء القدرة على التأثير على الآخرين. يعني أنت كابتن الفريق، إذا ما عندك قدرة على التأثير على المجموعة وجعل المجموعة محبوبة بالنسبة لك، صعب أنك تكون قائد لهم. يعني لاعب قدوة لكنه مش محبوب من اللاعبين، أو ما يملك القدرة على التأثير على اللاعبين. فأنت دائما اختار اللاعب اللي عنده القدرة على التأثير على اللاعبين، لدرجة تغيير أنماطهم السلوكية وتغيير عاداتهم السيئة، وأيضا يكون قدوة. فهذه النقطتين هي أهم نقطتين بالنسبة لاختيار القائد. عندنا تفضل سؤال وايد، الرسائل. سؤال وايد حلو من كابتن خالد نعيمي، مسي عليك. هل قرب المدرب من اللاعبين في الفئات السنية خارج النادي سلبي أم إيجابي ولماذا؟ أنا بالنسبة لي رأيي الشخصي ما يزيد عن حده، في له حد، العلاقة مع اللاعبين لها حد معين ما تتعدى، وإذا ما تعديت هذا الخط إيجابياته كبيرة بالنسبة لك. من الإيجابيات، اللاعب راح يحب النادي، راح يجي النادي بشكل مستمر لأنه يحب المدرب. فأنا أقول لك لازم في عملية توازن مع اللاعبين، لا تزيد عن حدها، في بعضهم يزيد يعني العلاقة تزيد بشكل كبير، لا ففي لها حد. شو رايكم؟ سؤال جميل جميل جدا من الكابتن خالد النعيمي، الزميل مدرب ناشئين القادسية. هو عملية، قال الكابتن محمد كلمة التوازن، لأن هذه فيها خطوط رفيعة جدا ممكن المدرب يتجاوزها ويقع في مشكلة. دائما في حدود لازم تكون ما بين اللاعب والمدرب،
مثل ما يكون في حدود لأي علاقة يعني أخرى. فأنا أشوف إذا زادت عن حدها تكون سلبية طبعا وبشكل كبير، تكون إيجابية متى ما اللاعب، متى ما المدرب حس أن هذا اللاعب أو عامله كأب وكمدرب وكموجه وكقدوة، هنا في هذه الحالة المدرب ثق تماما أنه ما راح يتجاوز حدوده. فسؤال جميل، وأكيد أيضا البيئات تختلف من مكان لآخر. إحنا مش مثلا في بعض الدول غير مسألة علاقة اللاعب بالمدرب مختلفة من دولة لدولة. أنا أشوف أن علاقة اللاعب بالمدرب علاقة في النادي، بالإضافة أن المدرب لازم يكون مطلع على مشاكل اللاعب إذا وجدت، يحاول أن يساعد اللاعب إذا أمكن يعني. سؤال وايد حلو أحمد، هذا منك أحمد الرويلي. أحمد الرويلي، ونعم. يقول هل نعم فعلا، والله. هل فعلا مدرب البراعم والناشئين لا يمكن يكون مدرب فريق أول؟ أنا بالنسبة لي مدرب الفريق الأول ما يمكن يكون مدرب براعم مدرب ناشئين، العكس، مدرب البراعم والناشئين ممكن يكون فريق أول، بس العكس، مدرب الفريق الأول صعب، ما ابي اقول لك مستحيل، صعب جدا انه يدرب البراعم والناشئين والاشبال، صعب. أنا أتفق معك كابتن محمد، وبالعكس مدرب البراعم والناشئين في النهاية هو تدريب يعني، ولكن هي مسألة في كرة القدم الحديثة تخصص، لكن في علم التدريب ممكن أيضا هو يتدرج ويصل للفريق الأول، وهذا شيء متاح أنه يدرب فريق أول، ما في شيء يمنع من هذا الشيء. عندنا سؤال، كيف يقيم المدرب نفسه بعد التدريب قياس نجاح التمرين؟ طبعا شوف، هي ما راح تقدر انت تقيم نفسك من تمرين واحد، انت حاط لك برنامج وشغال في برنامج، يعني ممكن تقيم نفسك شهريا، ممكن كل 3 اسابيع انت تقيم نفسك اين وصل الفريق. اذا شفت نفسك كمدرب للفئات السنية انك تنتقل من هدف تدريبي الى هدف اصعب والفريق يطبق، انت نجحت. اذا شفت نفسك انتقلت من السهل الى الصعب وشفت في مشكلة عندك وكملت وشفت في مشكلة عندك وتكمل على الصعوبة وفي مشكلة، انت ما نجحت، ما انتقلت من الصعب الى السهل، من السهل الى الصعب. فالتقييم يكون على مراحل. عندك الله كلام؟ يعطيك العافية يا أبو غالي، أولا أشكر لك الثناء، وأبد يعني ما نتجاوزك، أنت أستاذ ومحاضر وتسلم على الثناء، شهادة أعتز فيها. طيب كيف يقيم المدرب نفسه بعد التدريب؟ سؤال جميل جدا، لأن أنت كمدرب من المهم جدا أن تقيم عملك وتقيم أدائك في التمارين في وسائل كثيرة. يعني أنت بعد التمرين ممكن تجلس مع جهازك الفني، دائما حاول أنك تسأل كيف شفتوا التمرين اليوم، ايضا تابع اداء اللاعبين، اذا كان اداء اللاعبين متطور وجيد اكيد معناها ان التمرين جيد. مثل ما ذكر الكابتن محمد، اداء اللاعبين في المباريات هذه دلالة واضحة جدا لنجاح عملك في التمارين، فهذه كلها عوامل. استمتاع اللاعبين، الفكرة هذه، ترى اللاعب اذا حب التدريب حب المدرب وحب كرة القدم وحب النادي وحب الشعار. الأهم أن اللاعب يكون عنده نوع من الاشتياق للتدريب، أنا جاي أبغى أتمرن وأنا عارف أني بستمتع في التمرين لأن التمرين ممتع. لا تخلي التمرين جاف، لازم يكون التمرين في وسائل اللي جعله تمرين ممتع، تنافس بين اللاعبين في جانب معين، أي شيء أنت ممكن تضيفه للتمرين يخليه تمرين ممتع. هذه كلها أدوات لقياس نجاح التمرين. نعاني من مشكلة تصوير التدريب اليومي أثناء إدارة التدريب لاكتشاف الأخطاء للمدرب شخصيا واللاعبين. التصوير التدريب أنا بالنسبة لي، أنا يعني جربته جميل جدا في مسألة المساهمة في قياس نجاح التدريب، وأنت لتقييم عملك، ولا لا كابتن محمد؟
صحيح. طبعا هذا جانب مهم، وخاصة اليوم انت اذا تبي تقيم الفريق او تقيم اللاعبين، ترى مو كل اللاعبين تقدر تشوفهم بنظرة عامة بشكل عام يعني ودقيق، ما تقدر. اذا شفت التصوير رجعت له يعني اثناء التمرين راح تشوف نظرة معينة، اذا رجعت مرة ثانية للتصوير وقعدت انت في اريحية اكثر واكبر وشفت التمرين مرة ثانية راح تكتشف اخطاء اكبر، راح تكتشف امور ثانية، ممكن تكتشف ايجابيات ما شفتها انت في التمرين كتحركات، خاصة التدريبات الفنية اللي هي التكتيكية، هذه صحيح. تصويرها وايد مهم لك انت كمدرب. عندنا سؤال من كابتن بغالي، ايوه كم لاعب من الناشئين مع درجة الشباب، وكيف يكون التنسيق مع درجة الشباب؟ طبعا عندنا في النادي في مدير فني هو مسؤول عن التنسيق ما بين المدربين، واحنا ايضا كمدربين يعني نجتمع اجتماعات حبية كثيرة جدا في النادي، وننسق لأي أمر فني. كم لاعب، كل اللاعبين الموجودين، أو عفوا 80% أو 85% من اللاعبين الموجودين في درجة الشباب صاعدين من درجة الناشئين في النادي. أوكي، هنا في سؤال جميل ترى. كابتن عماد أحييك ويا هلا مرحبا. كابتن محمد يقول لك: ما هي المقاييس، قبل ما ناخذ سؤال الكابتن خالد معليش، اوكي لإعداد خطة طويلة الأمد للفئات السنية؟ كابتن عماد عبد العظيم، ما هي المقاييس لاعداد خطه طويله الامد؟ اول شيء هدف النادي، ما راح تقدر انت تضع خطه طويله المدى. انت راح نتكلمنا عماد في الجزء الاول من البث، تكلمنا بهالجانب ممكن ترجع له وتكلمنا فيه يعني بتفاصيل، قلنا هدف النادي مهم انك انت تضع خطه، والاصل في تدريب المراحل السنيه والبراعم هي خطة طويلة المدى. لابد أن الإدارة المختصة في مرحلة أو جهاز الكرة لابد أنها تضع خطة للبراعم، خطة طويلة المدى، نجيب ستاف خاص للفئة هذه يستمر مع هذه المرحلة لعدد سنوات معين، لوضع خطة طويلة حتى في الجوانب الفنية والمهارية. أنت ما تتعلم المهارة، كل المهارات وكل الجوانب الفنية والأهداف التدريبية في سنة واحدة. هذا من الأخطاء الشائعة، أن المدرب يعمل مع فريق سنة، بعدين يجي مدرب آخر يمسك هذا الفريق يكمل أو أنه يعيد ما عمل، ففي لخبطة، في عدم تنظيم في موضوع الفئات السنية. فأنت تحتاج خطة من إدارة عندها خطة. أحسنت. هل ينصح بربط جميع الفئات بالنادي بطريقة واحدة، أو يفضل التعليم على أكثر من طريقة تخدم اللاعبين مستقبلا؟ هذا السؤال تكلمنا تكلمنا فيه كابتن خالد ترى يعني أو كذا مرة، لكن هو أنا بعيد رأيي على عجالة. في وجهة نظري أن لازم يكون الطريقة هي مجرد توزيع لاعبين في الملعب، 4 3 3، 4 2 3 1، الأسلوب هو الأهم، أسلوب اللعب، الفلسفة، الهوية. هل هي هوية واضحة؟ هل هذا النادي يعتمد على هوية واضحة؟ يجب أن تدافع عن هذه الهوية وتحتفظ فيها وتلتزم فيها. أما طريقة اللعب، أنا مع إعطاء الحرية للمدرب في اختيار طريقة اللعب وعدم إجباره على طريقة موحدة. كابتن هنا ترى، كابتن عبد الله غالي، ترى اللاعبين عندنا في النادي ممكن يلعب هو ناشئين ويلعب مع فئة الشباب ويرجع ناشئين يعني متى ما احتاجوهم، ففي تنسيق. يعني احيانا مثلا يكون عندنا في مثلا نقص فئة الشباب في مركز معين، ياخذون لاعب من فئة الناشئين بالتنسيق مع المدرب. هذه الامور فيها يعني سلاسة كبيرة جدا عندنا في النادي مع الكابتن مدرب فئة الشباب كابتن طارق. تفضل كابتن. هل يرى ان الاعداد الذهني، طبعا هذا الاستاذ علاء، كانه نمسي عليك استاذ، هل يرى ان الاعداد الذهني للفئات السنيه مهم، ام يرى ان الحاجه له في مرحله متقدمه، وهل يرى انها تستدعي مدرب مستقل في الجانب الذهني؟ ايش رايك احمد؟ طيب أنا أشوف وجهة نظري، طبعا هو خلينا نتكلم عن مسألة علم النفس الرياضي أو الجانب النفسي بالتحديد، أوكي، اللي هو أصبح متطلب مهم جدا على المدرب
وفي نجاح كرة القدم. في الصيف الماضي لما كنا في معايشة فيا ريال الإسباني، جميع الفئات، في كل فئة يوجد أخصائي علم نفس رياضي تطبيقي مسؤول وموجود داخل الملعب يا كابتن، يعني يدخل الملعب مثله مثل مساعد المدرب، مثله مثل المعد البدني. من أي مرحلة موجود المعد من النفسي؟ أصغر من أصغر من من مرحلة البراعم، اللي حلو. أنا شفته من مرحلة البراعم، فموجود في كل فئة واحد. فهم طبعا تجاوزونا بمراحل. الإعداد الذهني أحد مسؤوليات المختص اللي هو علم النفس الرياضي. الإعداد الذهني أحد مسؤوليات المدرب طبعا أكيد، يعني أنت كمدرب في ظل البيئة اللي احنا نعيشها مش موجود شوف، عدد كافي من الأخصائيين من اللي يخدم رأيي في الأندية، احنا، فالمدرب هو دور المدرب حاليا. ايوه نبي نتكلم احنا الحين بواقعنا، اوكي واقعنا نتكلم دور المدرب. واقعنا. دور المدرب بالدرجة الاولى لابد، هذا الدور اللي احنا نقوله في الدورات التدريبية ما يعطونك علم النفس الا محاضرة او محاضرتين، وهذا الامر غير كافي بالنسبة لك كمدرب انك انت تكون ملم في علم النفس الرياضي. علم النفس الرياضي من العلوم لا تقل أهمية عن الجانب البدني، ولا تقل أهمية عن الجانب التكتيكي الفني، ولا تقل أهمية في التأسيس الفني المهاري. الجانب النفسي راح يخليك شلون تتعامل مع اللاعبين، الجانب النفسي راح يخليك شلون تقدر تحبب اللاعبين في النادي وفي الحصة التدريبية. لابد أنك تكون ملم، على الأقل ملم في أبجديات علم النفس الرياضي وكيفية التعامل معه، لأن البراعم لهم تعامل، الأشبال لهم تعامل خاص، الناشئين لهم تعامل صعب وخاص، الشباب لهم تعامل خاص. ما يصير يتعامل لاعب بالشباب نفس البراعم، ولا العكس البراعم نفس الشباب، كل واحد فيهم لهم تعامل خاص نفسي خاص. أكيد طبعا، وهذه هو الحاجة موجودة له من البداية، من بداية دخول اللاعب للنادي، ولكن بحكم عدم وجود مختصين بعدد كافي في وعدم استعداد الأندية لتعيين هذه الأشخاص، المدرب مسؤول مسؤولية تامة عن هذا الجانب. على فكرة كابتن، أنا أعطيهم ممكن معلومة سريعة. نعم. مورينيو أول ما جاء في بنفيكا، أنا قرأت هذا الشيء قبل حتى أسبوع تقريبا في أحد الكتب، صرح أو يعني الأشياء اللي تكلم عنها لاحقا، يقول أول ما جيت بنفيكا واجهت أن اللاعبين يعانون في عملية التحولات، أوكي، فلسبب تراجع الجانب الذهني. كيف عالج الموضوع؟ عالج الموضوع أنه جعل التمارين دائما تستهدف الجانب الذهني بشكل عالي، وسماها القوة القدرة الذهنية القصوى في التمارين كلها. فاضطر اللاعب دائما ان يكون ذهنيا دائما على مستوى عالي من التركيز في الحصة، وبالتالي حاول بعدين يدخل عملية التحولات، لان التحولات تحتاج جانب ذهني، ان اللاعب يكون سرعة ردة فعله في ادراك دوره مهمة جدا. في فالجانب لحظات الذهني معينة، في في لحظات لحظات معينة، معينة لابد ان هني يبرمج نفسه ان لحظة خسارة الكرة انت صرت مدافع. صحيح، هذه وهي البرمجة سويتش. سويتش، برافو عليك، إيه؟ سويتش بجزء من الثانية. يعني لابد انك انت توصل مع الفريق او مع المراحل، يعني مع مرحلتك او مع فريقك لهذا الجانب. شلون؟ من خلال التدريبات سمول سايد جيم اللي تهدف الجانب الذهني. احنا يمكن تكلمنا، تذكر البث السابق، مو هذا اللي قبل، تكلمنا على جوانب السمول سايد جيم، قلنا ان فيها جوانب، جميع الجوانب في التدريب، فيها مواقف، فيها اتخاذ قرار، فيها جوانب ذهنية، فيها انك انت يعني تبدأ من خلال السمول سايد جيم، فيها امور كثيرة في الجوانب الفنية. صحيح، اهمية وجود معد بدني مع المراحل السنية مؤهل، أمر تجهله بعض إدارات الأندية مع الأسف. مشكلة هذه. شوف، الإدارة، مع احترامي، الإدارة التي تجهل يعني أهمية وجود معد بدني مع المراحل السنية، يعني هذه مشكلة بصراحة. خلينا نقول إنها مشكلة، ما أنا عارف كيف أوصفها. هنا في ترى كلام قال الكابتن عبد الله مهم، قال الجانب النفسي يقع الجزء الأكبر على المدرب بكافة درجات الكرة، لأن اللاعب يتقبل من المدرب، وهذا كلام مهم جدا
اللاعب دائما يتقبل من المدرب اكثر من اي شخص اخر بالجهاز. من اي كلام شخص جميل اخر. وانا اتفق معه. ايه والله شوف، المعد البدني احد اهم اعضاء الجهاز الفني في كرة القدم الحديثة، وهذا شيء مطلوب يعني تواجده مع الفئات السنية مثل ما هم تواجده مع الفريق الاول. ويعني ما نقدر احنا نقول ان هذا امر غريب ان ما تقتنع إدارة نادي بعملية تواجد معد بدني. الكابتن صبري يمسي عليك، يعاني اغلب المدربين خصوصا دوري المناطق من قصر المدة في بناء الفريق وتطوير اللاعبين. كمل السؤال لان شو طالع عندي كابتن صبري، هل هناك هل هناك خطة تدريبية مناسبة لتلك المرحلة؟ لتلك المرحلة، هل أنت مع قبول المهمة مع العلم أن الوقت غير كافي؟ والله احنا قلنا يعني كابتن صبري عن هالموضوع، قلنا أن يعني الإدارات لابد أن يكون يعني جهاز الكرة بالتحديد أنه يكون عنده خطة طويلة المدى باختيار المدربين. تكلمنا في هذا الجانب، ما هي المفاهيم المهمة لتعامل البرعم مع الكرة وما هي مع الناشئ؟ ما هي المفاهيم المهمة لتعامل البرعم مع الكرة؟ وما هي مع الناشئ؟ أنا بصراحة ما استوعبت يعني المغزى من السؤال، يعني المفاهيم المهمة لتعامل البرعم مع الكرة. ممكن يمكن إذا توضح لك السؤال؟ إذا تقصد يعني الجوانب المهارية والجانب المهاري في التعليم للبراعم والناشئ، إذا تقصد كذي كابتن أيمن عباس. أيمن، إذا تقصد هذا الأمر، احنا نقول تدرج. البراعم يحتاج في البداية للإحساس، ثم التمرير، الاستلام، المراوغة، بالتدرج، ولا يستعجل المدرب بالانتقال من مهارة إلى أخرى إلا بعد الإتقان. بعد ما يتقن المدرب اللاعب البرع من صغير، إذا أتقن المهارة بعدها ينتقل ويدمج. يعني مثلا علمت الإحساس بالكرة، ادمج الإحساس بعدين مع التمرير، أتقن التمرير مع الاستلام، الاستلام بعد ما بعد الاستلام المراوغة، وهي تدرج. لا، احنا أغلب المدربين مع الأسف من الأخطاء الفادحة يدخل التسديد على طول وهو ما يعرف يمرر اللاعب، توه صغير او توه يدخل النادي يعني جديد. فاحنا لابد ان نعمل تدرج في موضوع المهارات. اقصد اهم فكرة تعطيها البرعم والناشئ حال امتلاك الكرة. أهم فكرة تعطيها هو، أنا أشوف أن الفكرة لازم تعطى للاعب قبل استلام الكرة، مهم جدا للبرعم. طبعا أنت ممكن تتكلم عن مسألة قبل استلام الكرة، أن اللاعب يكتشف المنطقة ويكتشف وجود المنافس ويستلم الكرة بالقدم الصحيحة، وهذه الأشياء كلها مهمة، لكن الأهم بالنسبة لي هو عملية سرعة اتخاذ القرار، وهي اللي تبنيها من خلال، وهذا الشيء تكلمنا عنه في البث الماضي اللي كان قبل كم يوم، اللي تبنيها من خلال الألعاب المصغرة. الكلام اللي قاله كابتن محمد مهم جدا في عملية التدرج في المهارات ودمج المهارات، بعد كل خطوة تدمج مهارة مع مهارة، لكن أيضا التطبيق بيكون وين؟ في السمول جيم، واللي هو في المكان اللي يتخذ فيه اللاعب قرارات متعددة، وتبدأ أنت بعدين تطور عملية التفكير قبل الاستلام اتخاذ القرار. صحيح. هل التطورات، خوش سؤال، في الكرة الحالية والخطط المبتكرة مثل 3-5-2 أو 4-3-3 يجب أن تدرس للفئات السنية؟ طبعا هنا لا، المدرب مسؤول عن عملية يعني نقل ثقافة كرة القدم للاعب حسب عمره. انت ما بتجي للاعب عمره 9 سنوات بتيجي تدرسه تكتيك 3-5-2 او 4-3-3، انت عندك اولويات، لكن اللاعب في مرحله معينه، انا اتوقع من بعد 15 سنه لازم، او قبل 14 سنه 13 سنه، يبدا يدرك انه في طريقه لعب وفي ادوار لاعبين داخل الملعب، ادوار دفاعيه وادوار هجوميه. انا ظهير ايمن، مطلوب مني اني اهاجم، ومتى مطلوب مني اني ادافع، وايش الطريقة وايش المهام المطلوبة مني، فهذه الاشياء لازم المبادئ
المبادئ اللعب الهجوميه والدفاعيه يبدا يدركها اللاعب من عمر بعد ال 13 سنه، لكن اقل طرق اللعب وتدريس التكتيك هذا ما يحتاج اللاعب في وجهه نظري. حتى طرق اللعب انت يعني نقول سن الدوري اللي هو سن نقول 13 سنه، هني لابد انه يكون عارف المبادئ في الهجوم شو اسوي، في الدفاع شو اسوي، هذه او يعني اهم مبدئين لابد يكون عارفهم. طبعا مع موضوع الانتقال او التحولات، مع التحولات احنا ما يعني هذه الاربع حالات لابد انه يكون عارفها اللاعب، لانه راح يطبق. انت دخلت في موضوع التكتيك ومجبر في 13 سنه انك انت تدخل في التكتيك في 11 ب 11، فلا بد انه يكون عارف الحالات. اذا ما يعرف الحالات هذه مشكله، انت شلون تبي تعلمه طرق اللعب المعقده، وشلون تبي تعلم الباكات مثلا، انت لازم تصعد تسوي اوفرلاب لعب مركب، فتحتاج الى التدريج او التدرج في صحيح. نفس الشيء الجوانب التكتيكيه. تمارين المربعات من افضل التمارين سرعه اتخاذ القرار، كلام سليم جدا من الكابتن ابو غالي. هل قرار برعم تفضل يكون غريزي او تعليمي؟ سؤال جميل من الكابتن ايمن عباس. طبعا ما شاء الله الكابتن ما شاء الله يعني عليه إضافة يعني يملك اضافه كبيره صراحه، تواجد واسئلته دائما جميله. خليه لك انا في البدايه كابتن محمد. انزين، موضوع الغريزي اذا انت تقصد فيه الابداع، نعم انا مع الابداع. ابداع يقصد فيه، اذا تقصد الابداع انا مع الابداع، ولكن وفق مبادئ. في ابداع وفق مبادئ، ترى الابداع مو معناته يعني الحريه المطلقه. الابداع انت وظفت هذا اللاعب او هذا البرعم في في مواهب، في لاعبين موهوبين، انت هني شلون تخرج موهبته وتصقلها وتوظفها بالشكل المناسب الذي يخدم المجموعه ولا يخدم نفسه، لان هذه مو لعبه فرديه، هذه لعبه جماعيه. انت لابد انك انت يعني اللاعبين الصغار كلهم يحبون يمتلكون الكره، يحبون الكره تكون معاهم انت، وهذا اللاعب الموهوب يحبها باكثر بزود. اذا اللاعب العادي نسبه حبه للكره كبيره، نقول 70%، نسبه اللاعب الموهوب المهاري يحب الكره بنسبه 90%. انت شلون تخدم هذا الموهوب بخدمه الفريق، او توظف موهبته في خدمه الفريق، انت هذا دور المدرب. فانت هني دخلت التعليم، فانت راح توجه، ما مو يوم المباراه تقول له العب باص، لا انا علمه في التمرين انه يلعب باص مع المجموعه، مو يوم المباراه فقط اني انا صارخ على العب باص العب باص العب باص. صار هذا رايي الشخصي. جميل جدا. والله تراكمت الاسئله ما بين صندوق الاسئله كابتن، انا والله وبين اسئله الناس كثيره يكتبون. انا عندي اولويه صندوق الاسئله يا اخوان، كتبوا هنا عشان السؤال يروح والكل يشوفه. اعتقد انه يجب ان تكون هناك فلسفه تدريب ومناهج تدريبيه مهاريه بدنيه تكتيكيه ذهنيه مخطط لها بشكل علمي ومتدرج من فئه البراعم للشباب ليصل الى اعلى مستواه اللاعب بفئه الاول بس مو كامل. سؤال علي، يعني كلامك صحيح، لا ما انسحب على سؤالك كيوسيل، حطيت السؤال انا، ما هي الخصائص، ايه ما هي الخصائص اللي يحتاجها المدرب الناجح؟ لا بد، احنا قلنا جاوبنا هالسؤال، قلنا انه لابد انه يكون عنده خبره، لابد انه يكون عنده علم، لابد انه يتسلح بالعلم وينمي من افكاره، يجدد من افكاره السابقه. يعني المدرب لما يبدا مو مثل لما يعدي 3 سنين 4 سنين، يعني مثلا اتكلم عني انا شخصيا، لما بدات مو مثل الحين، يعني انا تغيرت عندي امور كثيره، تجددت افكار جديده، يعني لو تردني ومثل السابق ما راح في امور كثيره ما راح اسويها، بالاضافه في امور كثيره راح اسويها لاني تعلمتها. فلا بد ان الواحد يتعلم، لا بد واحد يوقف عند نفسه بشكل كبير، لازم يقرا بشكل كبير، يتعلم يوم عن يوم. التدريب يا جماعه بحر، انت ما وصلت مرحله، ما في واحد بالتدريب وصل يعني قمه التدريب، ما في في العالم، ما في نهائيا. كل مدرب يتعلم يوم عن يوم، فما بالكم احنا اللي تونا يعني.
بالنسبة للسؤال، أو علي يقول أعتقد أنه يجب أن تكون كلامك صحيح، وإحنا يعني تكلمنا في هذا الأمر ونتفق يعني 100%. ما هي الطرق اللي تساعد في تطور اللاعب الناشئ بشكل سريع؟ عندك أحمد، أنا سولفت وايد. عندك وش عشان ابد؟ لا والله يا ابو صالح ما شاء الله عليك صراحه. اول حاجه لازم ان يعني نرتب افكارنا. الطريقه هو الطريق، لما نقول طريقه عشان بس لا احد يدمج او يسيء الفهم، الطريقه دائما يطلق عليها في التدريب طريقه اللعب، لما نقول بالذات طريقه اللعب اللي هو توزيع اللاعبين داخل الملعب، شكل اللاعبين في الملعب اللي هو 4 3 3 4 4 2 وهكذا. لكن الطرق التي تساعد في تطور اللاعب الناشئ، مش طرق اللعب، الطرق بشكل عام التي تساعد في تطور اللاعب الناشئ بشكل سريع. أنا دائما عندي قناعة دائما أقولها، التمارين التي تعتمد على سرعة اتخاذ القرار. طبعا أنت تبدأ ب يعني بالبسيط، ثم تبدأ تصغر المساحة وتصعب الشروط، شروط التمرين من أجل تنمية هذا الشيء. أهم حاجة بالنسبة للاعب أنه ينمي هذا الجانب اللي هو سرعة اتخاذ القرار، حل المشكلات. حل المشكلات داخل التمارين يقود إلى قدرة عالية إلى حل المشكلات في المباراة. ففي النهاية اللاعب لما تيجي أنت تحطه في مربع 15 في 15 وعدد اللاعبين مثلا 5 ضد 5 وتطلب منهم مهام معينة وفي وجود، ففي النهاية أنت جالس تطور سرعة اتخاذ القرار. في وجهة نظري المتواضعة هذا أهم يعني أو أفضل طريقة لسرعة تطوير اللاعب الناشئ. وكابتن محمد يمكن عنده إضافة. لا لا، كلامك سليم أحمد، وأنا أتفق معاك، وبالعكس كفيت ووفيت. طبعا احنا متفقين أنا وكابتن أحمد، ما نتكلم عن يعني الأندية بالجواب السلب، احنا ما متفقين على نقدر هذا الجانب. نقيم، صحيح صحيح. ايه، ما نقدر نقيم، كل مدرسة لها يعني ناس مسؤولين عنها ويتكلموا. ما هي المبادئ بالضبط. التكتيكية؟ نزلتها جيم، يا رب. ايوه، ستاند جديد، ستاند جديد. استاذ، قبل انت اللي كان على، حديتنا عليه. كنت تثبت التليفون على جلاس كابتن. اي صحيح بالضبط. على فكرة كابتن محمد هو اللي نصحني ناخذ هذا الستاند وكشخنا صراحة. لا انت كشخه زين. أبو عبد الله، شكرا شكرا يا أبو عبد الله على الملاحظة. هلا على الرضا العظيم. ما هي المبادئ التكتيكية وما نوعها التي يجب تدريبها في كل فئة، فئة براعم وناشئين وشباب؟ سؤال جميل كابتن متشعب، صبري، جميل جدا ومتشعب. وفي له تفاصيل يعني الأمانة. أنا أشوف الحين، شوف أنا شنو كاتب، مو واضح صح؟ هني طبعا الجوانب البدنية، الجوانب المهارية، هني الجوانب التكتيكية. كنت أنا يعني بنتكلم في هالموضوع، بنحط يعني أنا ويا أحمد بنتناقش فيه، حتى أنتم تشاركون ويانا فيه يا أخوان الموجودين، كلكم مدربين ما شاء الله على مستوى، وقاعد نستفيد احنا ترى، مو بس احنا نتكلم، انتوا اضافاتكم لنا كثيره بصراحه. بالنسبه للجوانب، انا بتكلم عن الجوانب الثلاثه اللي هي الفنيه، اللي البدنيه، المهاريه، الخططيه، الذهني والنفسي، يمكن تطرقنا له بشكل كبير. بالنسبه للجوانب البدنيه في تدريب الفئات السنيه يا اخوان، لازم احنا يعني نعرف شنو هي الجوانب البدنيه، شنو هي عناصر اللياقه البدنيه. إذا عرفناها راح نعرف شلون نوزع البرنامج، وراح نعرف شلون نوزع تدريباتنا والحصة التدريبية. يعني من بعض يعني من بعض اللي يقال إن مثلا ما تقدر تعطي قوة في البراعم، مثلا تدريب القوة دائما احنا الذهن عندنا وين يودينا؟ صالة الحديد والجيم. لما نسمع قوة دائما يعني على طول ذهنيا تشوف صالة الحديد، انت تشوف الجيم في قوة على وزن الجسم، تعلم على اقل التكنيك طريقة اداء مثلا السكوات، مثلا مثال بوضع الجسم. انا ما اقول لك اعطى كرة طبية، ما اقول لك اعطى مثلا بار. الفئات السنية لابد انه يعرف التكنيك، تكنيك الحركة، حركة الاداء، طريقة اداء
بوزن الجسم، السكوات مثلا، طريقة الأداء، علشان إذا كبر هو متعلم أصلا، متأسس على طريقة الأداء، ما يأدي بطريقة خاطئة. هذه من الأمور المهمة، دورك كمدرب، طريقة أداء، التوافق من المهارات والجوانب الحركية المهمة للبراعم، لابد أنك تركز عليها. ونصيحة يا أخوان مني أنا شخصيا، لا تخلي تدريباتك البدنية بعيدة عن الكرة، تقدر تعمل محطات وتدمج معاها المهارات الأساسية خلال التمرير، الجري بالكرة، تقدر تدخل جوانب كبيرة وكثيرة، فلا بد أنك تدمج الجوانب المهارية مع الجوانب البدنية. عندك أحمد كم ضيف شيء؟ كفيت ووفيت يا أبو صالح. إنزين، بذكر على عجالة العناصر: القوة، تحمل، سرعة، توافق اللي هو الكوردينيشن، التوازن، الرشاقة، المرونة. هذه الجوانب شلون ندمجها مع الكرة؟ كابتن يلا شلون مثلا؟ عطنا فكرة من الأفكار إن احنا ندمج هذه العناصر مع الكرة. أنت ممكن تدرب التحمل مثلا كعنصر بتدريب الاستحواذ، تربطه بالاستحواذ كمبدأ من مبادئ الهجومية، أو مبدأ نقول مبادئ الهجوم، هو مبادئ التكتيكية كاتب. ومن خلال فمن الشروط، خلال الشروط اللي أنت ضعها، ترفع المساحة مثلا وعشان يصير التمرين فيه تحمل، تحدد الزمن أو ترفع الزمن بدل ما تخلي اللاعبين يجرون على الملعب بدون كرة وبدون هدف يعني كروي أو مرتبط بكرة القدم كلعبة جماعية يمارس فيها اللاعب هوايته. أنت ممكن تنفذ تمرين تحمل بمثلا تدريب الاستحواذ كمهارة. ممكن القوة مثلا، قوة ممكن تلعب تستخدم تمارين تصويب مثلا، التصويب مع تمارين واحد ضد واحد فيها التحامات وفيها تصويب في وجود مرامي مثلا. فأنت تقدر تدرب جميع العناصر اللياقة البدنية اللي تفضل فيها الكابتن وتطبق من خلالها إما جانب مهاري أو جانب تكتيكي. وأيضا تقدر تدخل طبعا الجوانب الذهنية والجوانب النفسية في جميع طبعا تمارينك. جميل جميع جدا. كلنا نعرف التمارين هذه. انا بسوي لكم نموذج بشكل سريع، يعني تو في ذهني مربع. واحرص يا اخوان نصيحة، طابور الباص لا تسوي. انتهى زمنها. شنو طابور الباص احمد؟ طابور العالم كلها وصافين سرع عشان يلعب كورة. عشان يسدد كرة واحدة. اي والله. هذا من الأخطاء اللي مع الأسف مزعجة نشوفها بالنسبة شوف هني، هذه 4 محطات ممكن أنت يعني تعملها. تتكلم عن 12 لاعب في مربع، ممكن أنا ب4 محطات أعمل مثلا محطة جنب. الجنب يعتبر قوة، صحيح. محطة التوازن اللي هي بالانس، هني راح ندمج الكرة مع المحطة. خلصنا ما خلصنا، ممكن كوردينيشن اللي هو السلم، ممكن السرعة، سرعة تغيير اتجاه، ما أدري واضح ولا مو واضح أحمد عندك، تقدر تشوف واضح واضح، إيه واضح، واضح. إيه نعم. هذا نموذج يا أخوان، محطات كورتين يمر اللاعب قوة، يروح للمجموعة الثانية. حتى فترة الانتظار، فترة الراحة هذه ما راح تكون طويلة إذا أنت حطيت في كل مجموعة 3.
هذا المربع كم راح تكون مساحته؟ انا ما ادري، في اسئله قاعد تندس بس انا مو قاعد اقرا ترى يا اخوان. بس تدريبات برنامج رسم سواء فيديو او رسم، لا لا عمي. اوكي، حتى هني التوازن، يمرر عمليه التوازن، جري، كوردينيشن بجميع الحركات. وهني لابد انك تتعلم التكنيك، تكنيك الكوردينيشن مهم في الفئات البراعم الاولى. لابد انك تتعلم طريقه الاداء يا اخوان. التكنيك مو بس فقط مهارة التمرير أو الجوانب الفنية المهارية، حتى التكنيك، تكنيك الحركة، حركة الكوردينيشن هذه ترى تعلم دورك كمدرب، لازم تعلمه. وإذا شفت خطأ لا تخجل، إذا شفت حتى مثلا مدربين الناشئين ولا الشباب، شفت لاعب من اللاعبين ما يؤدي الكوردينيشن بشكل جيد، لا تخجل إنك تعلمه، لا تخجل إنك تصحح التكنيك، لأن مشكلة هذه لابد إنه يؤدي طريقة الأداء بشكل صحيح. وأيضا هني صار على تغيير الاتجاه، أنت هني دمجت عناصر اللياقة البدنية بتمرير بتمرين مهاري مع الكرة وليس بدون الكرة. فأنت ما عندك مشكلة في موضوع إنك تدمج العناصر البدنية مع الجوانب المهارية، حتى في التسديد، حتى في عملية الظهيرين مثلا كتحمل، ممكن انت تعطيهم الباراشوت، تعلمهم على طريقة حتى التنفس. يعني طريقة الباراشوت هذه في تحتاج تحمل سرعة، فما فيها اشكال في المراحل، في الفئات السنية، انك انت هم متعودة على هذه الادوات. لما يصعد فئة اكبر تكون الادوات هذه مو غريبة عليه. طبعا انا اتكلم عن المراحل اللي فيها دوري، اتكلم اللي فيها 11 11، لان هذه تتكلم انت عن 90 دقيقة، تتكلم عن 70 دقيقة ما في بعض الفئات، بس الاغلب 90 دقيقة. فهذه المرحلة تحتاج الى يعني جوانب تكتيك وجوانب تكتيكية كاملة. جدا جميل يا كابتن، دمج الجانب المهاري مع الجانب البدني، وما شاء الله الكابتن طبعا مختص في عملية تكتيكال باد، استفدنا منه الكثير في هذا البرنامج مالك المميز. زود يا حبيبي، الله يسعدك. كيف ممكن تعامل الفئات السنية بين اللاعب الموهوب واللاعب المهاري؟ هل يفضل التفريق بينهم في الحصص التدريبية؟ سؤال حلو، سؤال وايد حلو كابتن أحمد، رأيك؟ آدم بين الهساوي، آدم اللاعب الهساوي، الموهوب واللاعب المهاري، وهل يفضل التفريق بينهم في الحصص التدريبية؟ طبعا شوف، انت في اي فريق كرة قدم اللاعبين عندك، الفريق بشكل عام مصنف الى لاعب موهوب. يعني اللاعبين في اغلب فرق العالم مش ليفل واحد، الى لاعب موهوب او لاعب يعني صاحب اداء عالي، لاعب، وهذا الأكثر لاعبين يكونوا في الوسط، وإلى لاعب يعني حاول أنه يصل إلى المرحلة، ما نقول ضعيف ولكن لاعب أقل. فأنت لازم تنوع ما بين وضع اللاعبين أحيانا المميزين مع بعض في بعض التمارين، وأيضا الدمج ما بين اللاعبين في تمارين أخرى. مهم جدا الدمج بين الأسلوبين، ما تفصل اللاعبين عن بعض في بعض التمارين، لا، لأن اللاعب اللي أقل يحتاج إنه يستفيد من مهارة وموهبة اللاعب المتميز. واللاعب المتميز أيضا، وهذا جانب مهم من أجل ألا يحبط، من المهم إنك ما تضع كثير في تمارين مع لاعب قليل فيصل مرحلة من الإحباط، يقول لك أنا ألعب له باص كويس مثلا ويفشل في الاستقبال أو حلو. يفشل في التمرير. فأنت لازم تكون كمدرب حذر في عملية الدمج بين اللاعبين، وتقيس توزيع اللاعبين. لا تجي للتمرين وانت مش موزع المجموعات، تجي للتمرين يلا خالد هنا، عبد الله هنا، لا لا، لازم قبل التمرين اثناء اعدادك للتدريب، من اهم وسائل نجاح تمرينك انك توزع المجموعات بناء على اهدافك، مهاجمين، مدافعين، طريقة لعب، حتى لو 6 ضد 6 لازم يكون في طريقة لعب واضحة، موهوبين او متميزين مع بعض ضد مثلا لاعبين اقل، او دمج، لازم تنوع في هذا الاسلوب. واذا كابتن محمد عنده اضافه في الجانب انا احب التقسيمه تكون الخوال ضد البيض.
انصر لي اخبار. ترى صدق والله وايد اسوي لا والله، بس من باب التحدي في يصير روح الخوار شعرت. هي حلوه التحديات، انه يكون احيانا مثلا منو فكر، بين لا ما منو المهاجمين والمدافعين. منو فكر فيها انه يسوي فريق خوار وفريق بيض؟ يلا لا منو، لا هذه ما، كم واحد سواها بالتقسيمه، فريق خوار وفريق بيض؟ انا ان شاء الله لاعبين موجودين بس. لا لاعبين، لاعبين لا يراقبون والله، الهلال. لا لا والله موجودين، والله ايه موجودين موجودين يراقبون. موجودين موجودين. انزين، تضجر المدرب من اللاعب لعدم اتقان التدريب وغضبه من حرص، من حرص يعتبر عامل سلبي او ايجابي؟ شوف كابتن محمد، هذه ذو حدين. اعتقد ان هي علاقة المدرب باللاعبين، اذا كانت يعني المدرب او اللاعب يعرف المدرب، يعرفه بشكل جيد، يعرف طبيعته، يعرف ان المدرب يبي مصلحته، وصل لمرحلة انه يعرف انه يبي مصلحته، صدقني ما عنده مشكلة في موضوع انك انت تشد عليه، انك تكون يعني يبين حرصك عليه. في طريقة يعني هم ايضا في التعامل، توصل لمرحلة سلبية، ان اذا زاد الشيء عن حد، مثل ما قلنا قبل شوي، حتى في العلاقة اللي تصير خارج الملعب، نفس الشيء في داخل الملعب من هذا الجانب، اذا زادت عن حدها ممكن تنقلب، يعني ما يتقبل اللاعب. هذه لها يعني طريقة معينة، نفسيا معينة، لكن ممكن تضر اللاعب الغير موهوب نفسيا. هذا كابتن مصطفى اي المرودي، لا من اشوف مدربين ما شاء الله الكابتن، اي اكيد طبعا، اذا انت متخصص يعني في الفئات، يعني ما شاء الله عليه. ارحب بالكابتن ومداخلته جميله. اكيد اللاعب راح، اللاعب الاقل، احنا ما نبغى نقول لاعب الضعيف، لا هو لاعب ما دام انه موجود مع الفريق عنده بعض المميزات، او انت حسب رؤيتك كمدرب تشوف انه لاعب جيد. اللاعب الاقل اذا عزلته مع مجموعه ضعيفه ما راح يتطور اصلا، او التطور بيكون بطيء جدا. أنا كلامي واضح، أن يجب المزج ما بين الأسلوبين، دمج اللاعبين كلهم في بعض الأحيان وعزل اللاعبين في أحيان أخرى. أنت اللاعب الأقل أحيانا تحتاج أنك تعطي أهداف أكثر سهولة وبساطة من اللاعب الموهوب. أنت ممكن تصنع تمرين في مربعين، في مربع في شروط عالية وصعبة في اللاعبين الأعلى، وفي مربع آخر في اللاعبين الأقل مدموجين مع اللاعبين المتوسطين، وتعطيهم شروط أقل، لأن أنت بهذه الطريقة تعطي اللاعب إحساس حقه بالإنجاز. إيه صح، يعني أنت تسوي مربع وقول لهم يلا 10 باصات بنقطة أو بجول، وما يجيبون 10 باصات وينتهي التمرين، فأنت هنا حلو خلى 10 باصات في المميزين مثلا، مثلا وهنا خلى 6 باصات. أنت كذا تسهل عملية نجاحهم. لا تصير أنت كمدرب خليك مرن، لا تصير جاف، والله يخلص 10 باصات البث ايه، أحمد نختم باقي 20 ثانية. لا تخليه مثلا، خليك مرن وعط اهداف بسيطة ممكن يصل لها اللاعب. تبي نكمل ولا خلاص والله نختم؟ انا بالنسبة لي ما عندي مشكلة. بس تكمل، كمل ان شاء الله. راح نكمل يا اخوان، راح نسكر الحين البث، راح ينتهي. واسئلتكم يا اخوان يا ريت تعيدون يعني بعض الاسئله اللي يعني من خلال موضوعنا اللي قاعد نتناقش فيه.